تحياتي. بعد كل قرعة لدوري أبطال أوروبا دائما بيطلع ناس بتشكك وبتقول والله القرعة شكلها موجهة. حتى قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 بمواجهة يوفنتوس لبرشلونة وعودة رونالدو ليواجه ميسي خلت كثير بيتسألوا، ممكن الاتحاد الأوروبي عم بيعمل هذا الشيء عن قصد؟ في الحقيقة زمان تكلمت عن الموضوع وحكيت انه مشكلة الناس، انا كمشجع لليوفي، مشجع لريال مدريد، مشجع لبرشلونة، بشوف كرة القدم من منظور فريقي. يعني انا كمدريدي بشوف شو بصير مع مدريد، انا كبرشلوني بشوف شو بصير مع برشلونة، وبعتقد انه العالم موجه نتيجة ذلك. لكن دوري ابطال اوروبا تحديدا والاتحاد الاوروبي تحديدا بشوف صورة كثير اشمل، بشوف صورة البطولة كاملة. هو بيعرف انه مشجع مان يونايتد حيحضر مان يونايتد في تلك الليله اللي حيلعب فيها ميسي ورونالدو ضد بعض، هو بيعرف انه مشجع ليفربول هيك هيك حيحضر دوري الابطال وحيشترك وحيروح على الملعب لو كان في جمهور ان شاء الله بعد كورونا. القنوات حتنقل سواء ميسي لعب ضد رونالدو او رونالدو لعب ضد اي لاعب اخر. يعني الدخل اللي حاصده الاتحاد الاوروبي لكره القدم مضمون، هو حقوق بث، عقود رعاية، كل هذا مضمون، ما بتغيره قرعة، ما بتخليه غامر ويتهم نفسه بالفساد عشان قرعة. أنا متفهم جدا إنه الفساد اللي مرت فيه فيفا والاتحاد الأوروبي سابقا للناس خلاهم يصير عندهم قناعة إنها القرعة موجهة، إنها القرعة ربما يتم التلاعب فيها من هون لهون، فبعض الفرق تجي لهم دائما مجموعات سهلة، بعض الفرق دائما مجموعاتهم صعبة. بس خلينا نفهم شغلة مهمة جدا، إنه فساد فيفا الطويل زمان ما كان فساد على مباراة ومباراتين، كان فساد استراتيجي، فساد مادي كبير. أعطي كأس العالم لهذا من هذا، أعطي الحقوق لهذا مش هذا، وأنا أنقل البطولة من هون لهون، كان فساد أعمق من مجرد مين يلعب مع مين. لأنه مثلا شو ما صارت مفاجآت ما بتتأثر قيمة البطولة، بالعكس بطولة زي كأس العالم بتصير إثارتها أحلى لما يصير فيها مفاجآت وفرق صغيرة بتروح بعيد. الناس كلها بتتذكر أمم أوروبا لما تحكي دنمارك 92 ويونان 2004. أنا شخصيا ما زلت أعتقد أنه ما في سبب بيخلي أي قرعة تتوجه في دوري أبطال أوروبا تحديدا أو يتم التلاعب فيها، لأنه الاتحاد الأوروبي مش حيكسب أي شيء، بل بالعكس حيضع نفسه في موقف خطر. أنتوا سمعوني وجهة نظركم في التعليقات، هل شايفين فعلا أنه ممكن يصير تلاعب بالقرعة؟ بس لو سمحتوا قولوا لي ليش؟